السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. فيديو النهاردة فيديو هدية لكل الزملاء معلمين مادة الدراسات الاجتماعية ومادة العلوم، كمان هدية لكل طلابنا لأنه بالفعل موقع مميز جدا. موقعنا النهاردة اسمه ستيرا جيوغرافي جيمز، إن شاء الله بننزل رابط الموقع في صندوق الوصف. وتعال نشوف هدية النهاردة. دي الواجهة الرئيسية للموقع. طبعا المميز في اي موقع ان انا كده ممكن استخدمه وافتحه من اي جهاز، يعني مثلا ممكن افتحه من تليفون او من الجهاز اللوحي او من اللابتوب الشخصي بكل سهولة. هنقول مثلا كده بلاي اونلاين، بيستعرض معايا هنا جميع القارات اللي موجودة عندي، وكمان في هنا عندي جزء خاص لمادة العلوم. لو هناخد مثلا خريطة العالم، فتح لي صفحة جديدة. طبعا زي ما انتوا شايفين انها كلها باللغة الانجليزية. اول هدية معانا النهاردة ان انا ممكن اختار اللغة ويخلي الصفحة باللغة اللي انا عايزاها. من عند السهم هنا بقدر اختار اللغة العربية لما ببحث عنها، وحول لي كل الصفحة الى اللغة العربية بكل سهولة. لما اتصفح الموقع لاسفل بجد هنا انه قسمها لي على شكل قارات، يعني مثلا قارة اوروبا، امريكا الشمالية، امريكا الجنوبية وهكذا. تعالوا مثلا نروح لو في قارة آسيا، جايبها لي بأي شكل، يعني مثلا جايب لي الدول، المدن، جايب الأعلام، جايب مثلا دول معينة. عندي مثلا عمان المحافظات. تعالوا نشوف شكل الخريطة وإزاي أنا أستخدم الموقع ده في التعليم مع الطلاب. هنضغط مثلا هنا عمان ونشوف المحافظات. فتح لي صفحة جديدة وموجود هنا فيه ألعاب مسابقات الخرائط، يعني جايب لي هنا خريطة لسلطنة عمان. عندي بعض الخيارات لتنشيط اللعبة بشكل جيد وبشكل مميز. لما أضغط هنا يقول لي مثلا مستوى اللعبة صعب أو سهل، ممكن أضع ملصق، إن شاء الله هنحاول نجربهم مع بعض كلنا. والناحية التانية هنا لو أحب عندي أفعل صوت الإشعارات في الإجابة الصح والإجابة الخطأ. وبعد ما أخلص خالص ممكن أبدأ اللعبة من أول وجديد. تعالوا نختار مثلا وضع الملصقات. بيقول لي هنا فوق انقر فوق اللاصق أعلى الخريطة، يعني أحط كل محافظة في مكانها. مثلا هقول كده مسندم وأضع في المكان المناسب. شفتوا مباشرة نقل البطاقة للمكان المناسب. هقول مثلا هنا ناخد مثلا مسقط، تبقى مثلا مكانها هنا. ناخد مثلا ظفار، هنلاقي مكانها هنا. الوسطى وهكذا. طبعا لو أنا عملت إجابة غلط نشوف هيقول لي ايه. طبعا ظهر هنا معايا علامة باللون الاصفر، ولو حطيتها في المكان الصح اتحولت برضو لجزء اصفر لانه بعد كده بيقيم الاجابة. وزي ما انتوا شايفين ان هنا في زمن بيحسب لي طبعا، وكمان النسبة المئوية اللي انا اكتستها في النشاط بتاعي. نكمل باقي النشاط ونشوف مع بعض الشكل النهائي. زي ما انتوا شايفين هنا جاب لي في النهاية انا استغرقت قد ايه زمن والنسبة بتاعتي، يعني نسبة الاجابات الصحيحة 65% واخدت وقت حوالي دقيقة او 18 ثانية. لو انا احب اعيد النشاط من اول تاني بضغط اوكي وبرجع من تحت كده واكتب اعادة بدء، وبيعيد النشاط وبيجاوب عليه الطالب. اذا كان اخطأ في المرة اللي فاتت فهو المرة دي ان شاء الله هيكون عارف الاجابات الصح. لو في نمط تاني من الاسئلة هنشوفه مع بعض دلوقتي. بننزل تحت نختار مثلا هنا المستوى السهل. هنا في المستوى السهل ان انا اكتب هنا اسم المحافظة وهو بيوضحها لي على الخريطة. مثلا هكتب مسقط، حدد لي محافظة مسقط فين. مثلا اجرب مرة تانية وهكذا، افضل اكمل التمرين والوقت برضو شغال وفي الاخر بيجيب لي نتيجة. وممكن اعدل هنا في جميع الخيارات والعب بمستويات مختلفة من السهولة والصعوبة. وممكن استغل الانشطة والمسابقات دي مثلا في درس يخص التضاريس او درس يخص المناخ، زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي لما نتصفح باقي الموقع. طبعا في بداية الصفحة من فوق هو مقسمها لقارات، احنا طبعا اخترنا الكل عشان نتصفح جميع الموقع. لما انزل بالصفحة لتحت لحد ما اوصل للعالم جاب لي هنا مجموعة من المسابقات المسلية جدا جدا، يعني مثلا عايزين نعرف اكبر 90 دولة من حيث عدد السكان، عايز اعرف مثلا الاعلام، المحيطات والبحار والبحيرات اللي موجودة في العالم، الأنهار، الجبال والبراكين، وغيرها 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 من الأنشطة المميزة والمفيدة جدا لطلابنا. هناخد مثال تاني، مثلا هناخد هنا
هنا جاب لي خريطة العالم وبيقول لي طبعا هنا أنقر فوق المحيط المتجمد الشمالي، أضغط مثلا هنا، لو صح يبقى هنا حط لي اللاصق إن فعلا المكان ده صحيح. وأنا بحرك عندي السهم موجود عندي كلمة تانية أنقر فوق الخليج العربي، فأنا مثلا أروح هنا وأقول مثلا الخليج العربي، طلعت صح. ممكن تبقى مثلا حاجة خطأ، هنقول كده مثلا، شفتوا؟ لا، ان الاجابة دي غلط، وان دوت بحر اسمه بحر ايه؟ العربي. لا، هو عايز بحر جنوب الصين. لو عملت كده ولو اخدت وقت اكتر بينور لي هنا وبيديني مساعدة ان المكان دوت هو اللي انا اقصده. منساش طبعا ان في هنا عندي تايمر بيعد عليا الثواني عشان يقدر الوقت اللي انا حليت فيه النشاط، وكمان نسبة نجاحي في النشاط ده، وهكذا في جميع الانشطة المستخدمة. ممكن استخدمها في الجبال والهضاب والسهول، واستخدمها في الجبال والبراكين وهكذا. ولو انا عايزة انشئ نشاط خاص بيا بنزل هنا وبكتب تعلم. جاب لي هنا انشاء مسابقة مخصصة، لو ضغطت عليها عندي امكانية ان انا اقدر اغير في الاعدادات الخاصة بالمسابقة واعيد نشرها مرة تانية، وبكده اكون انشأت النشاط الخاص بيا انا كمعلم، وممكن طبعا اشاركه بكل سهولة مع الطلاب زي ما هنشوف دلوقتي. لو أنا مثلا عايزة الطلاب يلعبوا لعبة معينة أو نشاط معين وعايزة أشاركه معاهم، بنعمل إيه؟ مثلا نختار نشاط مختلف وليكن مثلا النظام الشمسي. دايما بتكون اللعبة موجودة في الأسفل، مثلا هنا عملت الأرض، بعدين هنا أورانوس، نبتون، عندي هنا عطارد، عندي هنا مثلا المشتري، المريخ، وأخيرا زحل. وجاب لي النتيجة. ولو أنا عايزة الطلاب يلعبوا النشاط ده ويستمتعوا بيه، ممكن أشارك الصفحة دي مع أحد الصفوف الافتراضية اللي موجودة عندي. بعمل نسخ كده ورحت هنا لأحد الصفوف الافتراضية وهعمل إضافة للرابط. لما بضغط هنا وأضغط إضافة وأعمل رابط، وممكن أضع هنا الرابط اللي عندي وأضغط إضافة رابط، وأصبح الرابط هنا موجود. ممكن الطلاب لما يدخلوا عليه يستمتعوا بمنتهى الحماس ويمارسوا أنشطة مميزة جدا تثبت عندهم المعلومة. طبعا احنا ممكن نستخدم النوع ده من الأنشطة في التقويم ختامي للدرس، أو حتى ممكن يكون تمهيد لدرس من الدروس لو أنا عندي المعلومة دي واخدينها قبل كده، أو ممكن حتى كمان تعلم ذاتي لو درسنا مثلا صفات دولة معينة أو أخدنا مكان دولة معينة وأحب نعرف معلومات عنها زي عدد السكان أو المسطحات المائية اللي موجودة فيها. ممكن أستخدم نشاط زي كده يكون زي تعلم ذاتي. ولو هستخدم الموقع لمادة العلوم باجي هنا وبضغط على الجزء ده، وجاب لي هنا إن أحدد مثلا الأعضاء، بيقول لي أنقر فوق الكبد، بنقر هنا، عندي الحنجرة، المرارة، وهكذا. ممكن إن أنا أحدد جميع الأعضاء بكل سهولة. كمان ممكن استخدم النشاط لعمل جزء جزء او عضو عضو من اعضاء جسم الانسان، يعني مثلا لو عايزة اعرف احدد الاماكن اللي في الدماغ او الاذن او العين، يعني مش لازم يكون كامل الاعضاء في جهاز واحد، لا، انا ممكن اعمل عضو عضو اعرف البيانات الخاصة بيه. فعلا موقع مميز جدا. اتمنى يكون موقع النهاردة حاز على اعجابكم، وان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد.